مجموعة خالد حامد مسعود مسعود من الشعبود. ببدأ معكم حبابك. كيف الحال؟ بشر قبل كيف العيد معكم؟ والله بشر اللهم لك يا الحمد. أخبارك يا أبو أهلا وسهلا. تكشفون دليجرو؟ دقيقة بس سلمت بيض الله وجهك. عايض يا أخوان أعطاني شاهي قهوة. عايض أعطاني قهوة يا أخوان. هو متأخر أصلا عشان القهوة. عايض تكشفون دليجرو؟ لا. طيب ليش تقول تعال؟ تعالنا اجلس يعني بس هي عندك الكاو؟ لا لا ما بتشرب ابدا. عند هذا سنة طاح الشر ما عليك. الله ما واضح يا شباب لان انا كان في خاطر انكم تكشفون بليجرو ويخصم عليك 200 ربي عوضني بالشيء هذا يا سعود. ايش فيك مرتبك يا عايض؟ ها؟ ليش مرتبك؟ والله من وين جاي؟ ماني مرتبك الامور طبيعية. من وين جاي؟ ايش فيك تلعب كذا تتنفس بسرعة؟ من وين جاي؟ جاي من رحت جبت القهوة من الديرة. طيب جاي من الديرة. جاي من الديرة. بيض الله وجهك. وجهي هادي بالربعة. يعني أنا ما أدري إيش أقول هادي بالربعة والله. أنا ودي أواسي هادي بالربعة. ودي أسأل أقول له تكشف البليجرو. ودي أجلس جنبه أسولف معه. ودي أخذ القهوة هادي من الديرة. تكشف البليجرو هادي؟ لا بلا ممكن اكشفه من المقال يطلع بحاله من الباب. تكشف البليجرو يا اخي سوي كذا او كذا اخصم على نفسك 200 يمكن بكره هي اللي توديك. تكشف البليجرو اخبكشف. ما تكشف صح؟ اكشف. لا لا ما بكشف. هات القهوه حقتي هذه بالربع طبعا. اول اسم خلف الباب ما هو مصلحته انه يكشف البليجرو وهو الوحيد في مجموعته فيعني من حقه من ابسط حقوقه. المجموعه الثالثه والاخيره اليوم معنا مجموعه خالد حامد. مجموعة خالد حامد تكشفون البليجرو ولا لا؟ تكلموا عندي حصانة ولا تفرق معي؟ عندكم؟ ما نكشف. ما تكشفون؟ يكشف. المرة الثانية على التوالي يا إخوان ما حد كشف البليجرو وهذا الشيء ضايقني جدا وزعجني جدا لأن فيه أكثر من 200 نقطة. هذه إيش الأسباب؟ لأن ليش ما الناس ما تكشف؟ يعني هل الفقرة يعني تحسها شوي يعني فيها ثغرة؟ شو بخافون بعض بخافون من خصم 200 و كل 200 هذه تفيده. 200 ذي يمكن تودينا براي. 200 توديكم براي. كيف هذه؟ صح 200 توديكم براي. 200 ممكن توديك الديرة. ممكن توديني الديرة. صح ممكن. طيب خلونا نخش في المرحلة الثانية.